وفي تصريح خاص لقناة سكاي نيوز عربية، قدم سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام خالص العزاء والمواساة لجلالة الملك المفدى وإخوانه قادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مؤكدا أن الراحل الكبير كان خير داعم لمسيرة العلاقات الأخوية التاريخية بين البحرين والإمارات. بالحقيقة نعزي أنفسنا، نعزي سمو الشيخ محمد بن زايد وأخوانه وأسرة آل نهيان، نعزي جلالة الملك حمد وسمو الشيخ محمد بن راشد وحكام الإمارات، شعب الإمارات الشقيقة في وفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية. الحقيقة اليوم يعني نقول رحم الله الشيخ خليفة بن زايد واسكنه فسيح جناته، قائد مرحلة التمكين وأمين رحلتها المباركة كما أسماها سمو الشيخ محمد بن زايد. ما في شك مرحلة مهمة في قصة نجاح الإمارات اللي استلمها سمو الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله من المؤسس الشيخ زايد رحمه الله. مثل ما تعرف أخي العزيز، في هذه المرحلة أطلقت الكثير من المبادرات اللي كانت تهدف لتحسين جودة الحياة للوطن وللمواطن. فما في شك كان هناك استمرار لنهج الشيخ زايد. على سبيل المثال لاحظت الاهتمام بالبيئة والأمن الغذائي في تأسيس جائزة خليفة الدولية للابتكار الزراعي، كانت هناك الكثير من المبادرات من ضمنها إنشاء مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية. والحقيقة هذه المؤسسة تعكس ما تميز فيه الإمارات في هذا النهج الثابت. ما في شك بأن التعليم ودعمه ومبادرات دعمه للممارسات التربوية المبدعة أكدت من خلال جائزة تؤكد مكانة التعليم في الإمارات. إن كان هناك مبادرة يستذكرها الجميع في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الإمارات، أطلقت أو تم اعتماد السياسة العليا للإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا، واللي الحقيقة وضعت الإمارات في الصفوف الأولى بين الدول العربية والإسلامية اللي يعني تعنى بهذا القطاع. الإمارات العربية المتحدة بحفظ الله إن شاء الله ارتبط اسمها بنهج السلام والخير والتسامح. في هذه المرحلة التي قادها الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله كانت مرحلة تتسم بنهج السلام والخير والتسامح. فالإمارات تعمل بنشاط في علاقاتها الخارجية، نهجها واضح، لذلك اليوم العالم أجمع يثق باستمرار مسيرة الخير في دولة الإمارات العربية الشقيقة. جميعنا داعين الله العلي القدير أن يرحم الشيخ خليفة بن زايد وأن يلهم شعبه ويلهمنا الصبر والسلوان.